لانه اللي كاره 25 يناير يقول لك جابت لنا الاخوان، ده الاخوان هم اللي عملوا، هم اللي سووا يعني الحاله دي كلها، وحتى الشباب والانقسام ما بين الشباب او ان في بعض الاخوان يستغلوا الشباب، شايف ده ازاي؟ طيب خليني برضو اتكلم بموضوعيه وبمنطقيه، وانا مش بشخصن الامور مع حد. اولا الثوره دي اتعملت عشان مصر تكون افضل، ما اتعملتش عشان تركب مصر. فيعني ايه ان الصوت بعد 11 فبراير بقى عالي يقول لك احنا شباب الثوره اللي نقول؟ ايوه يعني مين نصبك هنا؟ يعني انا عايز افهم باماره ايه انت اللي بتقول؟ تجاوزات وقله ادب ما بعدها قله ادب تحملها الحقيقه قاده الجيش في الوقت ده من ناس كانت بتقعد في اجتماعات قدام جنرالات قسما بالله ما كانوا يحلموا يتصوروا معاهم حتى، تمام؟ وكانوا بيتجاوزوا والناس كانت بتحترم الشعب زي ما هم قسموها لنا. احنا ما كناش نعرف يعني ايه عسكريين ومدنيين، يعني احنا كشعب عادي ما حدش كان يعرف يقول لك اصل العسكريه والمدنيه، ده كلام ما كانش موجود في تاريخنا. فابتدت الناس تشوف مفاهيم جديده بتحصل. عايز اقول لحضرتك كان في مساوئ موجود، كانت في مساوئ موجوده من اول يوم، ولكن يا جماعه اي تاجر حتى لما بيشتري بضاعه بيعمل نسبه هالك، يعني كل حاجه لازم يبقى فيها حاجه وحشه، في نسبه لازم تكون وحشه موجوده في الميدان من اول مظاهره، موجوده ناس مش كويسه حصلت تجاوزات معينه، موجوده من ناس حصلت في اجتماعات، موجوده من ناس طلعت في التلفزيونات تتكلم، موجوده من ناس كانت جوه وتحس انها بتسبق الخط قبلك وبعد كده كانت بتنقلب عليك، كل ده كان موجود. بس كان في مساحه واحده يمكن غالبيه اللي موجودين كانوا متفقين عليها، هو الناس دي بتحب البلد بجد. ودي النقطه الثانيه اللي انا عايز اروح لها، زي ما كان في نسبه هالك في المشاركين في الثوره، برضو كان في نسبه هالك في اللي ضد الثوره. وبشهاده انا بالمناسبه ليا صداقات كتير جدا على المستوى الشخصي من ناس تكره 25 يناير اكتر ما بتكره الشيطان يعني، وتنتمي لمبارك ونظامه اكتر ما بتنتمي لاهلها، وهم اصحابي على المستوى الشخصي وماليش دعوه بسياستهم. بس انا عايز اقول لحضرتك بشهادتهم هم ان في ناس من الكيانات اللي اتشكلت تدعم مبارك برضو كانوا بيقبضوا فلوس، وبرضو كانوا بيخونوا في التجمعات بتاعتهم، وبرضو كانوا بيعملوا مشاكل، وبرضو كانت بتحصل تجاوزات في وقفاتهم.